احتفالاً بعيد ميلادها، تضع باريس البالغة من العمر 102 بعض مستحضرات التجميل لتبدو في أفضل حالاتها. باريوس واحدة من أكثر من 2000 شخص فوق سن 100 في كوبا، التي يبلغ متوسط العمر فيها 79 عاما. رغم أن متوسط الدخل العام في كوبا لا يتجاوز 30 دولارا والمعاش التقاعدي للمسنين نحو 10 دولارات في الشهر فقط، فإن المعمرين يحصلون على اهتمام خاص، حيث تم إنشاء ناد خاص بهم يحصلون فيه على الاهتمام والرعاية الصحية المجانية. الخبراء المهتمون بواقع عيش الكوبيين فترة طويلة أرجع بعضهم السبب إلى الدعم العائلي وآخرون إلى الطقس الدافئ، فيما اتهم آخرون الكوبيين بالتلاعب بالإحصائيات لاستخدام الأسطورة العمرية الكوبية لأغراض الدعاية الفكرية. رغم ذلك لا تزال كوبا مكانا يرتفع فيه متوسط العمر بالنسبة إلى الإيرادات. يمكن تفسير هذا اللغز بانخفاض ملكية السيارات في كوبا، بالتالي عدد أقل من حوادث السير وانخفاض نسبة التلوث في الجو، إضافة إلى تقنين الغذاء خلال الأزمة الاقتصادية في التسعينيات، ما ساعد على إبقاء معدلات الإصابة بمرض السكري منخفضة. لكن مع كل تلك التفسيرات، تساؤلات يطرحها الكوبيون بشأن الرغبة في ظروف معيشية أفضل أو في العيش فترة أطول.